هذا أحد الآباء يشتكي ويقول أنا ربيت ولدي وتعبت عليه ودخلته مدارس خاصة، وفي الأخير صار ولدي ما هو مثلي، لا هو من جلدتي ولا من ثوبي. فقلت له أقول لك، أنت الحين لما تتعب على ولدك وتقول له بهالطريقة، معناته أنت قاعد تربيه تربية أجنبية على المنهج الغربي، ما قاعد تربيه حسب تربيتنا الإسلامية. إحنا عندنا المعطيات مختلفة، إحنا عندنا الإنسان سبب وجوده عبادة الله، والأصل في الإنسان أنه عبد لله. هم عندهم الأصل في الإنسان أنه حر، وهو يملك الدنيا ويتحكم فيها. في فرق في النظرة. الأمر الثاني، حتى موضوع الوالدين، إحنا عندنا بر الوالدين واجب، وعندنا الوالدين لهم وصايا وولاية على الأولاد ومسؤولين عن تربيتهم. هم التربية الغربية لا، عندهم الوالدين موجودين للرعاية وليس بالضرورة التربية، والطفل حر فيما يختار. الأمر الثالث، النظرة للدنيا، إحنا عندنا الدنيا هذه دار اختبار، ما هي كل شيء في الحياة. هم عندهم لا، الدنيا هي كل شيء في الحياة، مبدأ الثواب والعقاب. إحنا عندنا الثواب والعقاب، جزء منا في الدنيا وجزء منا في الآخرة. هم مفهوم الآخرة هذا مو موجود عندهم في الثواب والعقاب. أني حق مسألة الترفيه والتسلية، الأصل عندهم أن الإنسان يسعد نفسه، وأنه عايش في الحياة من حقه أنه يعيش مرفه ومستانس ويونس نفسه. إحنا هالمبدأ ما هو موجود عندنا كمسلمين. إحنا الأصل أن نسعد ربنا، فربنا رقم واحد وليس النفس، وأن يرضى عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا رقم اثنين، ثم الوالدين هذا رقم ثلاثة، ثم النفس هو رقم أربعة. ففي فرق بالترتيب وفي فرق بالأولويات. هم عندهم النفس رقم واحد، احنا عندنا النفس مو رقم واحد، عندنا أن نسعد ربنا هو رقم واحد. فإذا هناك فروقات كبيرة جدا في التربية الإسلامية وفي التربية الأجنبية. فلما ربي ولدي أنا على المنهج الغربي، لا يألوم نفسي أقول والله ولدي ما يطيعني، ولدي ما يسمع كلامي، ولدي طريقة تفكيره مختلفة عني، لا 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 لا، لأنه تلقى التربية الأجنبية. ولذلك مهم جدا أن نركز على الإيمان في التربية، وأن نركز على بيان هذه الفروقات اللي أنا تكلمت معاكم فيها، حتى نحافظ على عيالنا، وحتى ينظرون النظرات الصحيحة. لما يشوف قضية الشذوذ يشوفها إجرام، يشوف قضية العلاقة المثلية إجرام، مو يشوفها والله يعني والله خلينا نجرب، لا لا، المسألة ما فيها تجربة، وإنما في حلال وفي حرام وفي حق وفي باطل وفي أبيض وفي أسود. وبالتالي لازم نربي عيالنا على هذا المنهج.